من المعيب على العملية السياسية وعلى الحكومات الثلاثة المتعاقبة، حكومة العبادي، حكومة عبد المهدي، وحكومة السيد الكاظمي الآن، أن يبقى ملف النازحين معلقا ومن غير حلول بعد مرور قرابة 3 أعوام من تحرير جميع المحافظات التي احتلتها داعش، واللي كانت مساحة تقدر تقريبا بثلث العراق. فالكل يعلم أن هناك قرابة 5 ملايين نازح. نعم هناك إجراءات، وفي 15 تشرين الأول الماضي تم الاتفاق مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع الحكومة في أنهاء هذا الملف، ولكن هذا كلام لم يطبق كما كتب على الورق، لم يطبق على الأرض. احنا كمنظمة مختصة بحقوق الإنسان يعني نرى المخيمات عبء كبير على المجتمع العراقي أولا، وموضوع المخيمات نسمع من الحكومة العراقية خلال هاي الفترات بأنه راح تلغي أو تعزل عن تعزل المخيمات، فهذا كلام غير صحيح. لحد الآن نرى مخيم واحد في خلال سنة تتعزل، ولكن هذا عبء كبير على مجتمعنا.